ادونا فعل بيان قول لنا والله لا عملوا القانون كده. قوانين كلها خونة، اي قانون سووه الاحزاب قوانين خيانة، خيانة عامة. حتى لو من كانوا في المعارضة القوانين اللي عملوها في اسمرة بتاعت خيانة للوطن. قانون اسمرة 95 اللي هو حددوا حتى انه من حق المناطق الاغلية انها تنفصل من السودان، والوقت ده عشان مصلحته. ما في احزاب عشان تجيني الليلة تقول لي والله لازم الاحزاب تكون فيه. نحن دارين الديمقراطية ودارين مدنية، لكن مدنية باحزاب دي ما مدنية، دي عسكرية عديل، دي ديكتاتورية، لانه الاحزاب دي كلها ديكتاتورية. الناس زي ما عندهم قرار سوداني، الناس زي تابعين لمحاور برا بيدوم من برا، الناس زي ما عندهم كلمة للوطن، ما عندهم حاجة يقدموها للوطن. ما في حاجة الآن، ما في زول عنده رأي، ما في زول عنده فكر، ما في زول عنده مشروع. سودان هامل، سودان هامل هامل هامل، كل من هب ودب، كل إنسان داير الكرسي قاعد، كرسي قاعد في الصادق المهدي نافع، كرسي قاعد في ناس على المرغن اللي ما عندهم علاقة بالسودان قاعدين في مصر. ده الكلام الصح، ده الكلام المفروض الناس تقوله، ده الحاصل. بتدسوا ما يكون انصار عملت شنو؟ ادونا الانصار عملت شنو؟ مشروع كون الوطن شنو؟ جلابيه، جلابيه بيوروا قدام، ده مشروع كون الوطن كله. ما عندكم حاجه قدمتوها فكر للسودان، قدمتوا شنو؟ قدمتوا شنو للسودان؟ ما قدمتوا حاجه، ما قدمتوا للسودان ده اي حاجه. مشروع كون الوطن جلابيه، ما عندكم غير تحت شجر قاعدين تلعبوا في السيجه. المرغني قاعد في مصر مما قام، يجي يقعد هنا يحكم له سنتين، يمشي مصر يقعد 40 سنة، وتجيني تقول لي عندنا أحزاب وطنية. وطن شنو؟ وطن شنو الأحزاب؟ أنتوا دارين ما بتتقدموا، ما لم تقولوا لله عور عور جوع عينه. دي المشاكل الدائرة، الدائرة الناس من 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 الجذور تحت تشيلها، دائرة الناس من تحت. دي المشاكل الصح، دي المشاكل الناس تتناقش تخش ورش عشان تتكلم على الأحزاب دي، عشان توري تقعد الاحزاب دي في علبه، عشان توري الاحزاب انها ما عملت حاجه للسودان. زي ما العسكر ضيع السودان، الاحزاب ضيعت السودان. لو ما كانت عندنا احزاب فاشله، العسكر ما كان استلم. لو ما كان عندنا احزاب منبطحه، العسكر ما كان استلم. لو كان عندنا افكار، احزاب عندها افكار، عندها فهم، عندها برنامج سياسي، عندها مشروع وطني، الجيش ما كان استلم. لكن احزاب لانها فاشله ولانها ضعيفه، عشان كده العسكر بيستلم، لان احزاب منبطحه، لان احزاب ما عندها حاجه تقدمها، لان احزاب فقيره، لان احزاب ما عندها حاجه تقدمها للوطن، لان ما عندها، ما بتعرف حاجه اسمها تنميه. رئيس الحزب داير يتنمى لنفسه، يخطوه في ورشه وينموه، داير ينموه لانه هو فاكر نفسه انه خلق السياسه، مع انه ما فاهم حاجه. كذب، رفعوا الناس الحوالين ورفعوه، سووه ورفعوه ورفعوه، ما في حاجه. كل احزاب دايره تخش ورش ويقعدوها ويكتبوا لها في سبوره، يجيبوا لهم استاذ بتاع ديمقراطيه، يجيبوا لهم من اي دوله، من اسرائيل دي ممكن يجيبوا لهم استاذ يعلمهم، من اسرائيل دي ممكن نجيب لهم استاذ بتاع ديمقراطيه يعلمهم، ممكن نجيب لهم يهودي يعلمهم، اليهود الدارين يطبعوا معاه، نجيب لكم يهودي للاحزاب يعلمكم الديمقراطيه يعني شنو. كل زول ماشي عندنا الصادق الامام، امامك يا جلابيه ده مشروعك الوطني، ما عندك حاجه قدمتها، ودارين تحكموا بالرجاله، ما في حكم ثاني، لا انصار لا ختميه لا كلام فارغ. ديل ازمه السودان، ديل سر دمار، السبب دمر السودان يا اهل الاحزاب بتاعت الحزب الامه والاتحادي والشيوعي وغيره، ديل الاحزاب دمرت السودان، لانهم ما عندهم فهم، لانهم ما عندهم مخ، لانهم برنامجهم الوطني جلابيه. جلابيه رايح جاي، دي المشروع الوطني حقهم، وديلك ناس الختميه المشروع الوطني حقهم لجيمات. لقيماته حولية، ديك المشروع حقهم، اعملوا القيمات المولد والحولية، تاني فكر وطن ويبنوا ليك ومشاريع لك، ما في لينا حق ما نتقدم في السودان، طالما يا هندي القيادة بتاعتنا الحزبية، طالما يا هندي الناس الأحزاب حقيننا دي مشاريعه، لا شفنا عندهم مشروع، لا عندهم خرجوا لنا أجيال، لا خرجوا لنا ناشطين، لا خرجوا لنا سياسة، لا خرجوا لنا كوادر، لا خرجوا، بيخرجوا لك زول بتاع لقيمات ورز بلبن في المولد، وهنا بخرجوا لك واحد لابس جلابيه وعمه رابطه لك، دي المشروع خلاص كده وصل. مجرد ما لبس الجلابيه وربط العمه هو بقى الاول خلاص. دي المشاريع حقتنا، كيف نتقدم؟
كيف نتقدم وانتم ما قادرين تناقشوا مشاكل شنو؟ مشاكل احزابنا. الاحزاب لانها فارقه ما عندها حاجه، هي المكنه العسكر للان الان للان ناو الان 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 الاحزاب فارقه ما عندها حاجه، والعسكر استلم اسع الان الكلمه حقت العسكر، الان الماسك العسكر، الان اللي بيحكم العسكر بيحكم العسكر، الان بيحكم العسكر. والاحزاب ياها في خونته وفي انحطاطه وفي غزارته، يا هل الاحزاب في نجاسته، ما عندها حاجه، ما عندها حاجه تقدمها للسودان، ما عندها، مفلسه مفلسه ما عندها حاجه. يا هو تمشي وتجي تلقى الاحزاب ما في، مفلسه. دي المشروع الوطني، واحنا قاعدين منتظرين يجيك واحد عاطل ما عنده شغله يتكلم لك ويقول لك على الحزب. حزب شنو يا يعني؟ امشي تلم شوف لك شغله اقضاها، امشي شوف لك شغله اقضاها وشوف لك برنامج، امشي احضر لك تليماتش، احضر لك حاجه. لانه ما في حزب بيمسك واحد 80 سنه، من 58 رئيس حزب للان، ده حزب شنو؟ ما ممكن 80 سنه، 80 سنه رئيس حزب واحد تجيني تقول لي الديمقراطيه في السودان والسودان ما بيتقدم والعسكر ماسك السلطه. ما يمسك السلطه كان 52 سنه، كان رئيس حزبك 80 سنه، كان رئيس بتاع حزب واحد 80 سنه، كان الحزب الثاني العواطليه قاعدين في مصر عايشين في مصر، يجوك محترفين، يجوك محترفين يرسلوا ناس. اسي ايمن نور والي الخرطوم ده تابع للاتحاد الديمقراطي، التعليمات بتجي من مصر بالتليفون، ما رئيسه بتاع الحزب الاتحاد الديمقراطي. ما ها ديل احنا بنتحكم كده، وعندنا كوادر شباب ما شاء الله تبارك الله، اولاد كانوا بخطبوا في القياده، اولاد كانوا متعلمين، اولاد كانوا فاهمين. الواحد عمره 20 سنه يدرسك سياسه ويدرسك اي حاجه وفاهم اكثر من اي زول. كوادرنا الناس الفاهمه تضيع، تضيع الكوادر الفاهمه تضيع، ويقعدوا الناس المنحطين الغزيرين اللي ما عندهم فهم. الكوادر الناس الفاهمة، الناس اللي عندها سياسة، الناس المتطورة العقولة فاهمة أي حاجة، يجوك عواطلية ما عندهم فهم. عشان كده السودان ما تقدم، السودان ما تقدم. ما في حاجة اسمها احنا ننتظر الديمقراطية، دي ما ديمقراطية، دي ديكتاتورية، أحزاب ديكتاتورية، عسكر ديكتاتوري، مشروع واحد، مشروع واحد. الاثنين تنازلات وانبطاحات، ده ما مشروع الشارع السوداني، ما مشروعنا ولا بمسنا ولا بهنا ولا بهنا. ودي ما احزاب بتمسنا ولا بتشرفنا انها تكون احزاب، ولا بتحكمنا نهاية، ما بتحكمنا. دي الاحزاب ما عندهم حاجة يقدموها لنا، خلاص دي احزاب انتهت زمانك، دي احزاب مما بدت انتهت، لانها قايمة على الخساسة، لانها قايمة على الغزارة، لانها جوا عروقهم كله دمهم كده خيانة، مشاريعهم الخيانة، شريان الخيانة، ده اطول شريان، شرايين الخيانة دي جواهم، ما عندهم حاجة للوطن، ما عندهم. احنا بنقول الحق، انت لما تيجي تتكلم عن الحق وتمسك دي المشاكل، لما تيجي تناقشوا مشاكل في دي المشاكل الرئيسية، ارجعوا للتاريخ وشوفوا السودان مشكلته شنو. عشان السودان يتقدم نبقى زي الصومال، بس نحصل الصومال، نحن ما كايسين في دول تانية، بس نحصل نبقى زي الصومال. لازم نشيل الناس المخاخة اللي قاعدة لنا في السودان ده، ما عندها فهم. الناس اللي عامله لنا احزاب وهي اساسا ما في احزاب. الناس اللي احزابها مسميها بيبره وقاعده بيبره، دي ما احزاب سودانيه. دي ما عندها مشروع سوداني. عشان الناس ما تتخمى كل مره، نحن يا هو سنه 86 الناس اتخمينا. اطلعوا صوتوا، هاي اللي صار، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر، ثلاثة سنه نشف البلد. يعني العسكر دي ساي براو، الكيزان دي جو ساي، ما جو ساي. كيزان ديل ما جو ساي، سلموا لهم تسليم، سلموا لهم، لانهم ماسكين البلد اربع سنه، في اربع سنه عاملين لهم ست حكومات ولا اربع حكومات. في اربع سنه الصادق عامل لها اربع حكومات، والاربع حكومات هو رئيس وزراء. هو العارف، وهو فاشل، ما عنده سياسه، مخه فاضي، ما تشوف الزول الطول وين، ما عنده حاجه. اقسم بالله العظيم كذب كله، اكبر كذوبه في تاريخ السودان. ما عمل حاجه، ما سوى زول. جيب لي مهاتير ماليزيا انا اقول لك عنه عالم وفاهم. ليه؟ لانه زول طبق، زول طبق مشروع، عمل بلد، زول رئيس وزراء عمل بلد، طبق مشاريع، طلع مخه كله، دراسته استفادت منها ماليزيا. ديل الناس اللي بيستحقوا الاحترام،
ناس مهاتير، لكن ناسنا ديل ما بيستحقوا احترام، ديل يستحقوا السجون. ديل مكانهم السجون، والله العظيم مكانهم السجن. ديل يا هون دمر السودان، دمر السودان زي ما العسكر 52 دمر السودان، هون دمر السودان، لانه العسكر لو كان لقى له ناس فاهمين، لو كان لقى له ناس منظومه بتاعت احزاب دايره تبني السودان، لو كان لقى له ناس فون ثمره، كان السودان ده تقدم، وكان العسكر احترم نفسه وقعد في محله. يخسو ورا الذهب قلبه وشاله وعديل، وهو كان اللي بيحكم. والله الشعب ده حنى سوار الذهب، قال لي ما تدالي ديل، وقالوا في النهايه سوار الذهب قال لهم لازم تستمر الديمقراطيه. سلم عليهم والله، قال لهم هاكل، وحارسهم كمان، وحارسهم لا في عسكر زي اللسع، لا في ناس دايرين سلطه، لا في ناس دايرين يقتلوا، لا في، سلم عليهم كده والبلد كلها عال العال وفل الفل، ولا في حاجه. برضو ما قدروا، برضو ما قدروا، ما قدروا، ما بيقدروا. والله ده الواحد بيته ما بيحكمه، يجي يحكم لك سودان البيت، وبيته 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 ما طوروا، البيت حقه ما طوروا، طور لك سودان حزبه فاشل يطور لك سودان؟ ما بالك الان العسكر قاعد حارس السلطه، داير سلطه، والعسكر حارس عديل، داير سلطه، داير سلطه، لانه هو مجرم. الان العسكر داير سلطه ومجرم، يعني ما زي 86 يعملوا معاه شنو؟ والله ديل يبيعوك انت، ويبيعوا بيتك، ويبيعوا اهلك، ويقعدوا معاه يحكموا. والله العسكر يديك صوت بهنا، وهنا يديك الصوت الثاني بهنا. والله العسكر يديك طيقه في راسك، وهنا يديك طيقه جوا قلبك. ديل ما احزاب بتاعت وطن، ولا احزاب عندها علاقه بالوطنيه، ولا عندها ديل دم، ديل احزاب بس في الهنا ونسه. ديل احزاب بتاعين ونسه، خمسه دقائق، 10 دقائق، كذب كذب، بس عشان الكرسي ممكن يطلع يبكوا ليك، يدوك شفته، يمحنوك في الكذب، تحتار تقول والله هسه ده يهود الحاصل، لكن هو كذاب جوا. يقنعوك بحاجه انت بس يا هندد هن لسان، لكن مشروع تطبيق على الارض بتحلم، بتحلم لو حارس زي انت بتحلم. زي شايف لك سراب هناك، وجاري تلحق وتشرب وقايله مويه. الاحزاب دي ما فيها خير، ما فيها حاجه. الاحزاب دي فارغه فاضيه. الاحزاب دي حتتخطى يوم من الايام، في شفتها في التاريخ بتاع السودان، وخدتوها في كتاب بتاع تاريخ للناس اللي بعدين عشان يعرفوا اتدمر السودان منه. يهود دمروا حزب الامه والاتحاد والشيوعي والكلام الفارغ ده. دمروا ديل، ما دمروا زول، دمروا ديل. دمروا ديل، ما في زول دمروا. دمروه لانهم ما فاهمين ودارين يحكموا. لانهم ما عندهم حاجه يقدموها لك ودارين يحكموا. لانهم المخ خاوي ودايرين يحكموا. لا يتعلموا من برا، لا يتعلموا من زول، لا بس يجوا الواحد يكذبوه، يجيبوه في التلفزيون بتاع قناه، يقعد يقولون انا عالم وانا عندي حاجات. هلا عندك شنو؟ عندك شنو الحاجات اللي ما في زول عنده؟ والله ظفور مهاتير ده بيك انت وبحزبك، حزب الامه والاتحاد، بيكم كلكم مهاتير. العمل في ماليزيا والله العظيم انتوا لو قعدتوا ثاني الله اداكم عمر جديد، ما تعملوا لكم مدرسه. ادوني مدرسه ساي بنيتوها يا احزاب، ادوني مستشفى واحده بنيتوها في السودان، ما بنيتوا لكم الطاحونه، بس سرقتوا السودان. اي واحد شال لها راضي، نهبتوا الجناين، شلتوا الحدائق، شلتوا البيوت، بس. وكل البيوت هسه شايلينها دي ما حقتكم، شايلينها ساي قبع دش، ما عملتوا لنا حاجه. عشان انتوا المشكله، انتوا يعني انتوا صميم المشكله، لانكم ضعيفين، لانكم ماجورين، لانكم عشان كده العسكر طمع، لانه العسكر عارف ديتكم شنو. العسكر عارف ديتكم شنو، العسكر عارف انتوا اخركم شنو. يعني ده فاهم العسكر. الان انتوا العسكر مش فاوض، انتوا حاضر نعم. العسكر اتفق، انتوا حاضر نعم. العسكر قال انتوا حاضر نعم، ما قلتوا ولا هشيتوا ولا نشيتوا. لانه العسكر عارفكم، قام عارفكم، ما عارفكم مخكم ده فاضي. عشان كده له حق هسه الان، هو قاعد في السلطه وتربع، ويجيك واحد يرسل له يقول له والله الاحزاب دي احنا طالما ديمقراطيه لازم الاحزاب، الاحزاب دي ما لازم، ما لازم، احنا عندنا مرحله انتقاليه حنعملها نحن 10 سنه، مرحله انتقاليه 10 سنه ما دارين نحكم احنا، الناس تجيب كفاءات. السودان اختار من لجان المقاومه من وين يجيبوا كفاءاتهم؟ من الشعب السوداني. كفاءات لا حزبية غير ما عندها علاقة، من السودان، من السودان. تحكم السودان ده تمشي 10 سنة، بعد 10 سنة
الناس تعمل احزاب تسوي امور اي كله حزب، لكن ديل الاحزاب ديل الاحزاب ديل ما عندهم حل الا للناس اللي دارين يسرقوا، لانه هسه حزب اللي هم ثلاث ارباع كوادر ومشوا بيقوا كيزان وباللسم بنعرفهم حق المعرفه. باللسامي بنعرفهم باللسامي ثلاث كوادر ارباع حزب اللي هم كيزان. ثلاث ارباع كوادر حزب اللي هم كيزان. معروفين باللسم، انا في مدينه واحده معروفين. مدينة واحدة أنا بعرفها والله كثيرين حزب أمك إذا ومتعجز عليهم في كل السودان، يعني ما عندهم حاجة يقدر دارين يأكلوا بس دارين محلات الحكومة في قروش في حكم في سلطة في نعم معايزون معايزون، يعني ما عندهم حاجة عشان إحنا ما تاني نغلط تاني ونرجع تاني عشان تجيني انت تحكي لي قصة عشان تجيني تقول لي والله بيفهم الديمقراطية. احنا عارفين الكلام ده كله عارفينه، عارفين ديمقراطية ما بتبقى الا باحزاب، لكن دي ما احزاب بتاع الديمقراطية. نحن خلينا نعدي بالسودان، السودان يمر، السودان يعبر بحكومة جديدة، حكومة كفاءات غير حزبية. الاحزاب دي نعمل لها ديليت من خارطة السياسة السودانية لعشر سنوات. دارين اعملوه اعملوا، الدارين يعملوا يعملوا، الدارين يسووا يسووا، لكن يخشوا يحكموا تاني ما بيحكموا. حزب يخش من الاحزاب دي عشان يحكم ما بيحكم. 10 سنه كده لو ما طلعنا كده والشباب واللجان المقاومه عملت كده، يا هو نفس المشكله حترجع تاني من جديد، حتسلمها حترجع تاني نفس المشكله، لانه انت ما بتسلمها لناس فاهمه، انت ما بتسلم السودان لناس دارين ابن السودان. لو ناس دارين ابن السودان أسألون سنة وستة شهور كانوا أقنعونا نحن ذاتنا، كنا اقتنعنا. لو كانوا عملوا أي حاجة كنا اقتنعنا وسكتنا، كنا وقفنا وساندنا زي ما كنا لكن ما في حاجة عملت، ما في حاجة عملت، ما في حاجة تغيرت. يا هو الحال نفس الحال، يا هو أي حاجة نفس يعني 86 في ناس حضروا وفي ناس ما حضروا، يا هو نفس الوضع. عملوا لك البحر طحين وعملوا لك، واحنا ولو عملنا كده واحنا دايرين نعمل السودان والناس تشاركية والهناي، وطلع كله جلالي فاضية، طلع كله خطب رنانة ساي. ياهو في النهاية قعدوا في الكراسي ما قدروا يديرلون 4 سنة في 4 حكومات. 4 سنة كونوا 4 حكومات موجودة، تاريخ موجود. 4 سنة عملوا 4 حكومات، والحكومات هي اساسا الحكومة اللي بيفشلها منه الرئيس بتاع الوزراء صادق المهدي، وتاني يشكل حكومه وهو فيها وتاني تفشل، وتاني يشكل وتاني تفشل. انت تنحى بعيد سلم البلد، لكن لا، لانه الا يحكمه، لانه هو عنده مرض الانا، عنده مرض الانا الدكتاتوريه، عنده الدكتاتوريه جواه في دمه. الا يحكمه، الا يحكمه، يكون عنده زول في الحكومه الصادق ولده عبد الرحمن. لما الكيزان قاعدين فك مع البشير خلى له مساعد اول، مساعد اول مع، بس لازم يكون عنده زول كده يكون قاعد في السلطه، عنده مرض السلطه مرض العظمه. عشان كده احنا تاني نضيع السودان عشان نقعد نجامل، عشان نقعد نطبل، عشان تاني نقعد تاني نرجع لتاني الكذب. ما عملنا حاجه ولا حنتقدم، ولا السودان حيتقدم، ولا الوطن حيتقدم. ياهو حنرجع زي ما نحن تاني ليه ورا وكعب. الان ما في بعدنا عشان نضرب مثل بها، ما في، نحن اخر، نحن الطيش، الطيش عديل الطيش من جداره جبناها، الطيش والله جبناه بجداره ما ولا وبنستحقها، بنستحقها، لاننا نحن قدر ما بنتعلم، قدر ما بنتعلم، ما بنتعلم، بنجامل بالوطن، بنجامل بالاخلاق، بنجامل باي حاجه، بنجامل اي حاجه بنجامل بيها كلنا. عشان كده احنا الطيش الطيش الطيش، ولا تقدمنا ولا خطوه ولا حنقول تاني ما في زول بعدنا. زمانك بنضرب بالصومال برواندا بأسا، الان الدول كلها غفزت، الدول كلها ماشيه متسابقه في التنميه والتكنولوجيا والحضاره وال 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 وال، واحنا راجعين للغاع، ماشيين لتحت بسرعه الصاروخ، لانه ياهو العقليه السودانيه، لأن السودان ربنا ما انعم عليه بوطنية، ما في وطنية. يا هدى انا احزاب راديكالية ما عندها اي فهم، ما عندها اي مشروع، ما عندها اي حاجة تقدمها للسودان. دمرت السودان وابو السودان، ولسه حتدمر السودان وجيران السودان، لانه الجهل كده كده
القصه ما قصه علم وجامعه درست لك ثلاثه وجيت بقيت سياسه وقعدت في قعدت لك في كنا غاش تكلمت. القصه مشاريع الدول بقت ما, بت... ما ما كلامك ده ما بياكل عيش معها. دايره برنامج واضح، دايره سياسات واضحه، دايره علم، دايره حلول. تديني المشاكل تديني معاها حلولها. الزمن اللي بتنجز في الحياه دي بتديني تقول لي في سنه كده انا بعمل كده كده، ده الشغل كده، ده علم كده، انا في بعد كده بعمل كده بعد كده كده. لو انت فشلت انت معناته فاشل. لكن قصه تاخد لي جمل فضفاضه وفضفاضه وحنعبر دي ما بتاكل عيش. حنعبر دي ما بتودي اي زول ولا بتقدم لها بني ادم. حنعبر دي ما عندها موقع من الاعراب. حنعبر دي ما خلاص دي انتهت من الغاموس بتاع اللغه، بتاع اللغه بتاع التنميه انتهت منه. حنعبر وحنعبر بالشعارات يا ها، نفس شعارة الكيزان، نفس شعارة ناكل مما نزرع ونلبس مما نزرع. هنا حنعبر حنعبر.